We can see the screen. So what is a binary variable? It's a variable that takes one or two values, zero or one. Logic operators, they operate on the binary values and the binary variables. The basic logic operators are the logic functions and or not. هذم هم البيسك three functions الاذر, كل other functions مبنية عليهم. Logic gates import logic functions or implement logic functions, عفوا. Logic gates هي implementation, هي التنفيذ على دائرة كهربائية باستخدام الكهرباء. So الاند والاور نوت هذه logic, هذه mathematics, هذه رياضيات. ممكن نقدر نعملها definition نظريا رياضيا, لكن تنفيذها على أرض الواقع ممكن نستخدم تنفيذ كهربائي. طبعا ممكن نفكر في تنفيذ آخر, يعني ممكن نستخدم نعملها اند وننفذ الجيتس هذه باستخدام الضوء, باستخدام الزيت, باستخدام مش عارف انا حشرات, باستخدام الجينز, جينات حق البشر. You can think of all crazy things to implement and or not. وان فاكت العلماء قاعدين يبحثون يعني كيف ينفذون and or not باستخدامات اخرى. لكن الان الشيء اللي نجح نجاح باهر وهو اللي سوينا الحين الثورة حقة الكمبيوترز والموبايلز وكل الأشياء اللي هي الإلكترونيك سيركتس, هي تنفيذ الجيتس هذه عن طريق الكهرباء. لوجيك جيتس اللي هي تنفيذها كهربائيا, يعني عن طريق دوائر كهربائية. Boolean algebra is a useful mathematical system for specifying and transforming logic functions. So it's like a real algebra, لكن هي Boolean algebra. We study Boolean algebra as a foundation for designing and analyzing digital circuits. So مهم ندرسها. The three basic logical operators are AND, OR, and NOT. AND is denoted by the dot, لأنه هي شبيهة بالضرب, فيستخدمون علامة النقطة اللي هي الضرب في الرياضات العادية. OR is represented by plus, لأنه هي شبيهة بعملية الجمع في الرياضيات, فيستخدمون نفس الساين. النوت ما هي موجودة في الرياضيات, فيها استخدامات كثيرة. في بعض الكتب تستخدم بار فوق الـ variable. في others الكتب تستخدم الكوتيشن بعد الـ variable. وفي others مثلا في بعض اللغات البرمجة زي الماتلاب يستخدمون التلدة before the variable. So في أنواع كثيرة. أنا أحب أستخدم البار كثير, تعجبني البار أحسن واحدة. بس يعني هتلقاها في كتب بألوان وأشكال مختلفة وطرق مختلفة. كلها تعني نوت. Examples, هذه example of A and B. هذه A or Y, X or Y, عفوا, X or Y, وهذه A bar. Note, the statement في الرياضيات 1 plus 1 is equal to 2, هذه reads 1 plus 1 equals to 2. هذه في الرياضيات العادية اللي احنا نعرفها كلها. وطبعا دائما عندك في مثل اللي يستخدمونه كثير الناس, يقول لك هذا ما يعرف يعد, هذا يقول لك 1 plus 1 يعني, او يقول لك الشيء الفلاني او القضيه الفلانيه او الفكره الفلانيه سهله جدا, زي 1 plus 1 is equal to 2, يعني يشبهونها بانه everybody knows of course 1 plus 1 is equal to 2. لكن هنا الحين اول مره في حياتكم كمهندسين كهرباء تتعلموا انه لا, 1 plus 1 مش بالضروره 2, ممكن تكون 1 plus 1 تطلع 1 لأنه هي حقيقة ما هي plus, it's a Boolean algebra, it is 1 or 1 equals to 1. Okay. Okay, the truth table, what is a truth table? The truth table is a tabular listing of the values of a function for all possible combinations of values on its arguments or inputs. فإذا عندك مثلا AND operation وعندك الinputs X و Y, في التابل, in the truth table تعمل listing للكل possible combinations. الحين عندك two variables, كم possible combinations؟ 2 أس 2 اللي هي 4. هاي كل الإمكانيات هذه موجودة هنا. يا عندك يا حيكونوا 0 0 أو 0 1 أو 1 0 أو 1 1, ما في غير احتمالات, لأنه كل variable ممكن يكون يا 0 يا 1, ما عنده أي حل آخر. فبالتالي الأربع احتمال, في عندك فقط أربع احتمالات اللي هي من 0 0 إلى 1 1. فالتروث تيبل يعمل listing لكل الاحتمالات, وبعدين يعطيك الفانكشن, the output value حق الفانكشن في كل الاحتمالات. مثلا for AND it's gonna be 0 في كل الاحتمالات إلا في حالة 1, X is 1, Y is 1. OR, this is the truth table for the OR, it's equal to 1 إلا في حالة أنه X and Y الاثنين is equal to 0. And NOT طبعا is very simple, it just flips the bit.
طبعا هذه الـ implementations زي ما قلنا هذه الـ operations الـ AND أو هذا الـ operations الرياضيا in the Boolean algebra and we implement them في دوائر كهربائية وعشان نسهل التنفيذ حقتهم المهندسين ايش يسوون؟ المهندسين دائما يحبون يصوروا diagrams دائما هذه من خاصية الهندسة والمهندسين نبغى نحب دائما نصور diagrams زي مثلا المهندس المعماري عشان يسوي خط مخطط للبيت أو العمارة يسوي تخطيط right يسوي diagram يصورها على الورق وفي في مجالات كثيرة دائما المهندسين يحبون يسوون diagrams so الدوائر الكهربائية نفس الشيء فاخترعوا المهندسين طريقة أنهم يصوروا الدائرة الكهربائية على شكل diagram قبل ما يرسلونها للمصانع عشان يصنعها كchips كدوائر كهربائية تصنيع فهي الدايجرامز هذه it's very useful إنه طريقة تفاهم بين المهندسين عشان يفهمون إيش الدائرة بالضبط إيش فيها بالضبط وكيف تتم تصنيعها لأنه الدائرة توريك بالضبط كيف تربط الجيتس وكيف تربط الأسلاك فبالتالي الدايجرام يوريك ربط الأسلاك كيف بالضبط فبالتالي هي تصلح للناس اللي هم في المصانع عشان ينفذوا الدائرة تجيهم الدائرة على شكل صورة فياخذون الصورة وينفذوها بالضبط يجيبوا الجيتس ويشبكوا الأسلاك زي ما في الدايجرام بالضبط So it is very useful to help in implementing the circuits in في المصانع يعني. So بالتالي المهندسين اخترعوا صور لكل الجيتس هذه. مثلا بالنسبة للاند جيت اخترعوا لها هذا الصورة. Okay, هنا مستقيم. في الاور جيت هذه صورتها. لاحظ انه هذا الخط مش مستقيم. وجه. وهنا ايضا الخطوط هذه على شكل مثلث. المشكلة انه طلبة كثير يجيوا في الامتحانات وفي الاسامي يصوروا لي صور الاند والاور جيت. والله ما تقدر تفرق بينهم. فهذا يدلك انه هذا مهندس فاشل لان المهندس الكويس يهتم في 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 رسم الجيتس المهندس الكويس تلقاه يتفنن تلقاه يبغى يعني بالنسبه له كانه قاعد يصور في في صوره معناته يبغى يصورها بالضبط كانها مرسومه بالكمبيوتر كانها مرسومه بآله المهندس يبغى يكون دقيق في صورته في تصفيصه في 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 صوره زي كذا شفت المهندس الدقيق الممتاز هذا ممتاز صح والله جدا ممتاز ما شاء الله مهندس هذه صورة النوت وهذه صورة يسموها هي الناند هذه عبارة عن اند بعدها نوت فدمجوهم في بعض دمجوهم في بعض صارت اسمها ناند وهذه مثلا دمج اور مع النوت دمجوهم في بعض صارت اسمها نور في جيت ثاني اسمه exclusive or exclusive or شبيه بالor فقط فيه خط زايد هنا ورا هذا دمج بين x yes وش فائدة النوت اللي هي الضرب نوت ايه لا النوت هي تعكس البت تعكس البت من 0 الى 1 او 1 الى 0 الضرب هاو الضرب هذا الاند هي اللي تسوي ضرب تضرب الx في y Alright, for this one, تعكس. وهذه مفيدة جدا. ما تقدر تستغني عنها في أي دائرة. يعني لازم عندك يكون إمكانية إنك تقلب السيجنال في الدوائر من 1 ل 0 ل 0 ل 1. It's very, فما تقدر تستغني عنها أبدا. ضرورية جدا هذه. النفي. بالعربي نفي. خلاص. واضح. تمام. أي تمام. أي. هذا الexclusive or gate. هنشوفه بالتفصيل بعدين في آخر الشابتر إن شاء الله وهذا التروث تيبل حقه وهذا الإكسكلوزيف نور يعني هذا دمج بين الإكسكلوزيف وور وبين النوت فتلاحظوا أنه إيش فيه هنا زي الـ زي الفكرة الهندسية أو يعني زي التعاقد أو اتفاق أنه دائما الدائرة الصغيرة هذه عندها معنى النفي دائما لما تشوفوا دائرة صغيرة عندها معنى النفي في الدوائر الكهربائية Logic Designs هي عندها معنى النفي فخلاص هذا شيء زي متعارف عليه بين المهندسين الدائرة الصغيرة هذه تعني النفي شيء متعارف عليه ممتاز اوكي طبعا هنا تلاحظوا ان الدوائر هنا كل اغلبها فيها مدخلين فقط لكن هو انت ممكن يكون عندك دوائر ايضا فيها اكثر من مدخل فيها 3 او 4 او 5 مدخل حقيقه الدوائر هذه في حقيقه الامر في التنفيذ حقها على ارض الواقع هي منفذه يعني لما تقول لي 3 هي حقيقه الامر في عندك اند جيت فيه 2
بعدين ناخذ النتيجة حقته وندخلها في AND gate أخرى فيها 2. فهذه A B C. فحقيقة هو هذا على أرض الواقع التنفيذ حقتها، لكن في التصوير هذه نختصرها على الشكل هذا لأنه مزعج. هذا تقدر تصور دوائر كده، تصور لو عندك 6 هنا هتقدر تصورها 6 مرات. This is a big problem and it's very very يعني مزعجة صراحة، متعبة. فهمت؟ فيصورونها خلاص ما في داعي، نصورها كلها كنور جيت مرة واحدة ونحط مدخلات، نحط as much as we want، نحط 6-5 زي ما نحب. فيها نوع من اختصار بس، لكن هي أصلها مجموعة gates consecutively، يعني ورا بعض كل واحدة فيهم 2، تأخذ النتيجة وتشبكها في اللي بعدها، تأخذ النتيجة وتشبكها في اللي بعدها، وهكذا. باللي يسموها in series بالإنجليزي، أو in sequence. إيه هذه خطأ شائع بين الطلبة. شوف خطأ شائع كثير، ما أدري يسوونها بعض الأحيان، ما أدري من جاتهم هذه. ما في شيء زي كده، الاند جيت والاور جيت والناند جيت والنور جيت، أقل إنبوتس لازم 2، أقل إنبوتس لازم 2، تقدر تخليها 1 إنبوت. all these gates يمشوا 2 إنبوتس، هذا وهذا وهذا كلهم. You cannot make it one input. ما تجي، ما في. الوحيد اللي عنده one input هو the not gate. Okay. هذا غير صحيح. إياه الخطأ هذا شائع ما تسوى. ممكن أنا أجيب أدخل. ممكن أجيب and gate. وأدخل فيها نفس ال value مرتين. Okay, fine. I mean maybe you wanna do that. I don't know why you wanna do that. إيش النتيجة هنا؟ A and times A. Okay, so أنت قاعد تسوي ال A مرتين and. Fine, this is okay, fine. بس أنك تجي تسوي ال and gate وتدخل لي A هنا. Okay, ولا مثلا تبغاها هذه، تبغاها تقول لي okay أنا بسويها and. فتقول لي هذه not، هنا تطلع not. هذا خطأ، ما في. Okay, so don't do this mistake. Okay, زي ما قلنا if you have an AND or NOT هذه مدمجة تدمج وتصير NAND. If you have two NOTs بعدين NAND هذه actually it's an OR. We can prove it later on. زي ما قلنا الـ gates are implemented على شكل دوائر كهربائية، تجي على شكل chips شكلها كده. مثلا في chips هذه عندها أرقام معرفها بأرقام، مثلا هذه الشيب هذه رقمها 7408، وبالاتفاق هذه معروف عند المهندسين الديجيتال لوجيك ديزاينز يعرفون الشيب هذه خلاص ستاندرد معروفه. الشيب هذه فيها 4 اند جيتس، لاحظ هذه صورتها سكيماتيك دايجرام حقها، شفت الدايجرام؟ هذا الشكل الحقيقي تجيك في السوق كده، وهذا الدايجرام اللي يجي درون يصورونها المهندسين عشان تعرف هنا وش صاير هنا داخله. فهي في هذه الشيب فيها داخلها 4 اند جيتس مربوطين بالشكل هذا، شوف البن هذا مربوطين كانبوت، والبن اللي جنبهم هذا مربوط كاوتبوت. فدائما عندك 2 pins input and pin output، 2 pins input هذا والبن هذا output، 2 pins input pin output، وهذا ground، البن هذا ground. من الجهة الثانية عندك أول pin هذا هو الكهرباء VCC تعطيه 5 فولت، هذا اللي تعطيه 0 فولت، لازم تعطيها كهرباء. الشيب هذه زي أي جهاز كهربائي، زي أي تليفون، مش عارف تلفزيون، غسالة، أي ثلاجة، زي هذا جهاز كهربائي تحتاج كهرباء عشان تشتغل، فلازم تعطيها باور، لازم تعطيها تحط لها باور. فبس ما تشتغل بكهرباء 220 فولت أو 110 فولت، تستخدم كم؟ 5 فولت، أغلبهم 5 فولت. في بعض الشيبس تشتغل على 3 فولت، فنعطيها 0 هنا و5 فولت هنا، والنيجاتيف سايد هنا والبوزيتيف سايد هنا حق الباتري. اذا عندك باتري 5 فولت جيب النيجاتيف سايد تربطه هنا والبوزيتيف سايد تربطه هنا، ايوه. وبعدين خلاص اذا تدها باور يصير الاند جيتس تشتغل. ممكن الحين تجيب الانبوتس حقتك الاسلاك تشبكها هنا وتعطيك الاوتبوت هنا، يصير هذا تعطيك الاوتبوت حقه الاند، تحسب لك الاند، تضرب لك المدخلين هنا تضربهم تعطيك النتيجه. اوكي، هذا الشيبس ثانيه مثلا رقمها 74 LS32، هذه عبارة عن 4 OR gates 7432 chip، هذه معروفة فيها 4، يسموها quad AND gate،
وهذه quad or gate. Quad يعني بالإنجليزي يعني أربعة. This is another one, 7404 chip هذه. هذه حق knots فيها ستة knot لأنه knot gate knot يأخذ أقل مساحة. يأخذ إيش؟ أقل مساحة في الشيب. فthey can put more فحطوا ستة. هنا مثلاً يوريك الدوائر كيف تربط إذا تبغى تستخدمها مثلاً شوف شوف هذا ground مربوط في الباتري حق الground. شوف هذا ground وهذا أحمر الأحمر في البوزيتيف سايد حق الباتري لأن هذا VCC وهذا ground. فلما تجيك الدايجرام تعرف أنت البينز وش البينز وتعرف كيف تربطهم. هنا دوائر مثلاً ربطين فيها لمبة وربطين فيها زرين اللي هم مدخلين. فلاحظ هذا الزر مربوط أيضاً في الخمسة فولت وهذا مربوط في الخمسة فولت والبن الثاني حقه مربوط في الريزيستر اللي هو مربوط في الجراوند. والبن الثاني هذا نفس الشيء ريزيستر وجراوند. لازم نحط ريزيسترز في الدوائر الكهربائية عشان ما تنحرق اللمبة. طبعاً أنا ما أدري بالضبط صراحة لأنه ما هو اختصاصي كهربائيات لكن الظاهر عشان إيش يخفف الفولتج على اللمبة هذه لأن ضعيفة هذه إذا جيها 5 فولت مباشرة الظاهر تخرب تنحرق أو جيها lot of amperes I think it's about amperes فتنحرق فيحطون الريزيسترز هذا عشان يخففون عليها الامبيرز باش ما تنحرق. نفس الشيء فلاحظ اللمبة عليها مربوطة فيها ساق مربوطة في النيجاتيف والساقة الثانية مربوطة في الريزيستر ومربوطة شوف هي هذا الريزيستر مربوطة في البن هذا والبن هذا الخطوط هذه كلها في نفس السلك هذم كلهم مشبوكين مع بعض. فلاحظ انه البن هذا بعدين يشبك في الخط الازرق. الخط الازرق رايح في الاوتبوت هذا الاوتبوت حق الاند جيت تتذكروا قلنا هذا الاوتبوت ها فرابطين السلك الازرق في الاوتبوت والزرين هذم في سلك هذا برتقالي مربوط في الانبوت الاول وفي هذا السلك الاصفر مربوط في البن الثاني اللي هو الانبوت الثاني هذا الانبوت الاول حق الاند جيت وهذا الانبوت الثاني. الحين وبعدين ايش تسوين هنا هذا ايش هذا الفي سي سي هذا باور شوف مربطين الباور بالسلك هذا في الباور الخط هذا كله فيه 5 فولت باور كله والخط هذا كله فيه صفر جراوند. نفس الشيء هنا ممكن تسوي ايش يسوي يجلي يجيبوا سلك يربطوا السلك هذا بهذا ويربطوا هذا بهذا بحيث هذا يصير كله جراوند ويصير هذا كله السلك باور هذا كله سلك مربوط في بعضه. حركه ذكيه والله. ايوه نعم هذه يسموها بريد بورد مشهوره جدا معروفه عندنا قبل كنا نستخدمها كثير في تدريس لوجيك ديزاين عشان طلب ينفذون دوائر. اوكي بعدين بعد ما تربط الباتريز تربط المكان هذا كله في 5 فولت والمكان الثاني السلك هذا الخط هذا كله تربطه في النيجاتيف سايد حق الباتري وتبدا تشتغل تبدا الحين تشتغل تضغط على هذه كانك خليتها 1 وهذه 0 فلما تسوي 1 0 تتولع اللمبه لانه انت تسوي اند صح لا هذا اند Yeah. فعشان تولع اللمبة لازم تضغط عليهم الاثنين لازم يكون 1-1 فعشان لما تضغط على الزرين تولع اللمبة إذا ما ضغطت على أي واحدة فيهم أو الاثنين فخلاص اللمبة طافية. فهنا أنت نفذت الاند جيت وجربته وتأكدت أنه it works NAND gate يعني. So this is how they implement with breadboard. وكنت كنا قبل سنة أو سنتين كنا نسوي project للطلبة ونعطيهم ونخليهم يشتروا breadboard ولمبات والأزرار وchips ونخليهم يتنفذوا دائرة مثلاً ممكن دائرة مثلاً تسوي جمع حق رقمين أو مثلاً نخليهم يدوي دائرة تسوي مثلاً تحويل بين ما بين BCD إلى مثلاً binary أو العكس أو ما بين decimal إلى hexadecimal أو نخليهم يسوي دائرة تسوي تحويل أو تسوي شيء interesting. كان very nice project. إيه هذا الحين الباتري كيف تربطها هذا البوزيتيف سايد حق الباتري وهذا النيجاتيف سايد فلازم تربط الجراوند وين هالجراوند 0 فولت شوف ال0 فولت مربوط في الجراوند حق الباتري والفي سي سي هذا لازم تربطه انا الباتري هذه 5 فولت. دكتور ليش فيه 7 انبوت ليش ما يكون اقل او اكثر 7 انبوت وين هو 7 كيف حسبتهم اللي هنا قدام 1 2 3 4 7 الانبوت جيت لا هم فيهم أربعة gates هما gate 1 شوف هذا gate 1 and gate 1 وهذا gate 2 هذا من 2 input حقه والoutput بالنسبة لgate 2 هذا من input وهذا الoutput gate 3 هذا من input وهذا output وgate 4 هذا من input وهذا output وفي عندك الpower VCC وground فin total في 14 pin ايه 14 pin يعني 14 مسمار خلينا نقول
وكيف تعرف بصفة عامة لما تشتري تشيب لما تشوفها يعني ما تعرف وين الفي سي سي يعني كيف تحطها فوق قدام ولا تحت it's very difficult لكن لاحظ لما تشتريها دائما في زي الحفرة هنا محفورة شوف 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 شفت الحفرة هذه نص الدائرة محفورة نعم صحيح واضحة مهمة واضحة هذه مهمة هذه هذه ايش تعني هذه هذه تعني انه شوف الحفرة هذه تعني انه لانه باور جنبه هنا حطها فوق ايوه حطها فوق وتعرف انه هذا الباور وهذا جراوند يس فيري امبورتنت هذا ليش يسوونها الحركة هذه عشان ما تضيع يعني تعرف وين الباور وين الجراوند It's not difficult. It's very easy. As long as you know the information, خلاص. دكتور معلش سؤال بسيط بس على الصورة اللي قبل. تفضل. الثلاث دوائر هذه شكلها كنا سويتش. ولا؟ أيوه هذا السويتش نعم هذا السويتش اللي هو تشتريه مثلاً يكون ممكن يكون شكله كده. في سويتشز أنواع كثيرة يعني سويتشز أشكال كثيرة فأنت ممكن تحط مثلاً أنا ممكن أشوف جوجل هنوريكم أنواع كثيرة حق سويتش. ليش اسمه يسموه أي هذا ما يعني switches في أنواع أشكال شوف you can buy it looks like this ممكن تكون زي كده ممكن تكون أنواع هذا مثلا هو هذا أرخص واحد هنا تروح لما تروح لشري إيش اسمه دوكا دكاكين الكهربائيات تلقى هذا منتشر عندهم كثير رخيص مرة وسمبل هو بس تضغط زي الزر تضغط عليه بس لكن في أنواع كثيرة حق switches يعني switches كل switch وأنواع في مثلا شوف هذا هذا السويتش اللي تسحب كده على اليمين وعلى اليسار يعني أنواع كثيرة وش تبغى يعني لكن إذا نصورها في دايجرام this is one way to هذا زي ال it's like in we're drawing the كنا بوابة دكتور صحيح إيه abstract يعني كان مجرد صورة مجردة it is بوابة هي لأنك تختار السويتش يخليك تختار هل تشبك هذا أو ما تشبك يعني تشبك للصفر أو الواحد لأنه لما تشبكه على الأحمر اللي هو 5 فولت كأنك شبكت واحد هنا لما تغير السويتش تطفيه معناته أنه يدخل صفر هنا صحيح هذه الفكرة يعني نفس الشيء السويتش الثاني تختار يا واحد يا صفر فدائما السويتش يعطيك خيارين لما السويتشات هذه تعطيك خيار يا خيار يا صفر يا واحد خيار يا يمين يا يسار يا زر يا مشبوك مش مشبوك كل السويتشز أغلبها عندها 2 options 0 1 on off هذه two options on off on off good any other questions okay فهذه الأفكار تحتاجونها في اللاب لما تبدوا بدأتوا اللابز إن شاء الله الأسبوع الجاي أول مرة أيوة نعم فتحتاج الأفكار هذه تفهموا كيف تستخدموا الشيبس وكيف تربطوهم كيف تشبكوهم عشان تعرفوا التعامل معهم في اللاب إن شاء الله في اللاب طبعا ما تستخدمون براد بورد هذه في اللاب عندكم زي الجهاز كامل كده فيه مكان بين تحط تشيب I think ايه حاجه زي كده يعني مش هم شكلها مش هذه بالضبط هي شبيهه بها يعني فاحنا في اللاب هنا في الجامعه اشتروا الاكويبمنت هذه وهذه تخليك انك تعمل اشياء كثيره تخليك تسوي lot of circuits فيها مكان وين تحط الشيب وبعدين تربط الاسلاك مع بعض وهي كلها الجهاز تلقاه مربوط في الباور وفي عندك هنا أزرار تتحكم أنت في الباور تطفي وتولع يعني on off
وتتحكم في أشياء أخرى فيها clock أيضا عشان في المستقبل نبغى نسوي clock في the sequential circuit. ف you have a whole إن شاء الله ال lab instructor يكون دربكم عليها for sure يعني لازم يكون دربكم عليها شوية. لكن هي نفس الفكرة يعني it's like it's a similar thing. هذه just فكرة يعني هذه اللي في تسويها في البيت أو لما هذه يسموها bread board وتجيب باتري عادية وتشبك عادي يعني you can do it من غير buying this whole system. There's no need. لكن يعني it's good, these things are good for universities because they do a lot of experiments. مش بس في الكورس هذا يستخدمونه حتى في كورسات أخرى في المستقبل. دكتور فائدة الشيبس يعني الفائدة الفعلية أنك تسوي دوائر تتحكم في غسالة تتحكم في هذه اسمها control. These circuits all they control هم العقل حق أي electronic device زي مثلاً CPU اللي هو العقل حق الكمبيوتر it's a circuit زي motherboard حق circuit كلها chips وكلها gates logic gates logic circuits فكل ما هو electronic circuit أو electric device غسالات سيارات طيارات مش عارف إيش الأجهزة الكهربية اللي في بيتك التليفون اللي في يدك كمبيوترات كلها logic circuits it's everywhere حياتنا كلها صارت electronic logic circuits يعني صارت هذه أصلاً ثورة كبيرة هذه الحين big science ويعني أشياء صناعة كبيرة وصناعة مهمة جداً تأثر في حياتنا في كل مجالات حياتنا كلها صارت computers computerized electronic circuits ولا؟ بلا أكيد أنتم قاعدين تدرسون في دوائر بسيطة تسوي أشياء غبية صحيح تقول أنت وش فايدتها هذه بس ليش؟ لأنه ما نقدر نسوي أشياء معقدة هنا دوائر تحكم في طيارة بوينغ مثلاً ولا إيرباص لأنه لسه بدين أنتم بسم الله فحالياً you want to study very simple things يعني نبدأ بدوائر بسيطة جداً نتعلم أشياء بسيطة few end gates كده كيف نشبكهم مع بعض نتعلم بدايات يعني بس في نهاية الأمر بعد ما تخلصوا البروغرام هذا حق الكمبيوتر إنجينيرينج you should be able to build circuits very complex circuits يعني. You should be able to design. بعدين تدخل تدرسوا ماستر وبي إتش دي أو تدخل في شركات وشركات تصنع دوائر معقدة. مش دوائر زي هذه خربة. تصور الناس اللي تسوي مثلاً إنتل سي بي يو شركة إنتل مثلاً هذا إنتل سي بي يو هذه من أهم الدوائر والصناعات اللوجيك ديزاين في الدنيا يعني هذه الشركة مسيطر على سوق السي بي يوز وما مخلي اي حد ينافسها تقريبا الا شركتين امريكيه ثانيه فهذه الدائره من اهم الدوائر في الكمبيوتر في الكمبيوتر فيلد في الانجينيرنج فيلد واللي هي تسويها شركه انتل اللي هي في كل كمبيوترات العالم تقريبا ما في منافس لها الا اثنين شركات امريكيه فهذه سوونها مهندسين زيكم مهندسين كمبيوتر انجينيرز يعني والكتريكال انجينيرز It's a very complex circuit. هذا chip هذا صغير وفيه ممكن billions upon billions of gates مربوطة مشبوكة مع بعض. طبعاً هذه ما سواها واحد بشر واحد صعب. هذه مسوينها شركة كاملة فيها آلاف الموظفين عشان يشتغلون عليها بالسنوات. It's a very secret يعني circuit نفسها الدائرة نفسها اللي داخل chip is a very important secret. يعني هم ما في يستحيل سر ما يعرف أحد إلا الشركة مخبيتها بكل قوة بحيث أنه ما ينافسها بحيث ما يسرقونها صينيين لو قدروا الصينيين لكان سرقوه وسووا شركة زي وسووا تشيب زيها بس ما قدروا so هذه مثلاً من أهم الأبليكيشنز ها CPUs كل الكمبيوترات في العالم أنتم تستخدموها every day استخدم الانتل CPU دائرة الانتل CPU very important وفي دوائر كثيرة يعني applications على electronic circuits يعني مليانة الدنيا كل أجهزة الإلكترونيات كلها فيها الحين digital circuits الحين حتى أجهزة اللي في البيت الغسالة والفرن حتى الفرن صار computerized يحطوا فيه chips حتى الثلاجات والتلفزيونات كلها صارت يعني everything now is becoming فيها computer وفيها smart يعني algorithms وفيها computerized يعني السيارات طبعا فيها كمبيوتر كل السيارات قبل ما كان فيها اول بناء صناعه السيارات كانت just mechanics ما فيها اي شيء computerized لكن الحين صارت فيها كمبيوتر كامل السياره يتحكم فيها كمبيوتر ولو كمبيوتر خرب الله يعينك من اغلى القطع اللي في السياره مصيبه اغلى حتى من الانجن
انا اعرف مره واحد زميلي غير انجن كامل ب 3000 ريال، راح للتشليح غير ام الانجن كامل، طبعا مستخدم هو الانجن، لكن يعني تصور انجن كامل موتور كامل ب 3000 ريال، بينما الكمبيوتر ما تلقاه في التشليح، اذا خرب الله يعينك، روح لازم تجيب الاصلي، واقل شيء 5000 6000 و10000 ريال الكمبيوتر. So computers are digital circuits are everywhere. Good. Any other questions? Okay. Another important concept for the digital design هو اسمه timing diagram. So this, what does it do? Timing diagram. It shows how the system or the circuit will respond over time to changing inputs, and to help you get a clearer picture of how to design something that might interface to it. That it doesn't switch instantaneously at every clock edge or after hitting the logic gate. There is some delay between when the input change and the output respond. Okay, so كل gate لما يجيه الانبوت ياخذ وقت عشان يعطيك الاوتبوت. زي اي جهاز في الدنيا ما في شيء يكون فيكون الا الله سبحانه وتعالى يقدر يسوي شيء يكون فيكون، لكن كل الاجهزه الكهربائيه حتى ولو very small gate ياخذ وقت عشان يخلص شغله. Timing affects the reliability and performance of any circuit. So, دراسة the timing diagram with timing performance is very important for studying the circuits. So, here's an example of a timing diagram. Of a very simple circuit. اللي هي AND gate. مجرد AND gate. عندك inputs X and Y. Z is the output. So this is the truth table, okay, حق الـ AND gate, بس مقلوب. So هذه X and Y, وهذه كل الاحتمالات from 0, 0 to 1, 1, وهذه الـ output Z. فالـ timing diagram هو عبارة عن truth table مقلوب. لاحظ أنه هنا الـ X اللي هي 0, 0, 1, 1, فصورناها على شكل diagram. لما تكون 0, نصور الخط تحت. لما تكون 1, نخلي نصور الخط يطلع فوق. فهنا مستوى الواحد, وهذا مستوى الصفر. احنا صورنا الاكس على شكل دايجرام، هي هنا على شكل جدول 0011، هنا على شكل دايجرام. اوكي، وهذه الواي شوفها 0101، فصورناها على شكل دايجرام. وهذه الزد نتيجتها. اوكي، فلما تكون اكس 0 واي 0 الزد تكون 0، لما تكون اكس 0 والواي 1 اكس 0 زد 0، لما تكون اكس 1 والواي 0 تطلع زد 0، لما تكون اكس 1 واي 1 تطلع واي 1. فهنا انت قاعد تشوف التروث تيبل بس على شكل ذا تايمينج دايجرام. هنا التايم، this is basically the time from past to future. فانت هنا قاعد تشوف كيف الدائره تتحول اوفر تايم، كيف الدائره الاوتبوت حق الدائره، خاصه الاوتبوت نبغى نشوف الاوتبوت لانه الانبوت حيكون معطى. You want to see the output, how does it behave over time. تبغى تشوف يعني الدائره اوفر تايم كيف يكون طريقه التعامل. فالتايمينج دايجرام يعطيك فكره على الموضوع هذا، تغير الاوتبوت اوفر تايم. It's important to see it. وحنشوف المستقبل بعدين importance حق التايمينج دايجرام. Very important actually to give you an idea of how the circuit works. لانه ويعطيك ايضا ممكن يخليك تكتشف انه في دائره فيها اخطاء وفيها مشاكل. لانه it's not just enough انك تسوي تصميم، لازم تنتبه للوقت تايمينج حقتها، كم سرعتها؟ هل هي سريعه؟ هل هي بطيئه؟ وهل هي تسوي شغلها في الوقت المناسب او لا؟ The next topic is Boolean functions or Boolean algebra. So this is an important algebra in digital system مستخدم في digital logic design to basically do a lot of manipulations of logic variables. Especially أهم شيء فيها أن تسوي يسموها minimization، تبسيط الدوائر. لأنه تبسيط الدوائر مهم جدا، لأنه يخلينا save money، نخلي الدوائر أبسط، بالتالي ممكن نخليها أرخص وممكن نخليها أسرع أيضا. نكسب في الفلوس ونكسب في سرعة الدائرة تكون أسرع من غيرها. So what's a Boolean expression? It's an expression formed by binary variables. For example, هنا dx bar or a. What's a Boolean function? It's a binary variable identifying the function followed by an equal sign and a Boolean expression, for example. So a Boolean function, هي لما يكون عندك equality like this, هذا اسم الفانكشن اسمها l. وفي عندها الانبوتس t, x و a. وتحط equality وتحط Boolean expression هنا. فهذه Boolean expression وهذه كلها Boolean function. Okay, زي الماث. It's exactly like in mathematics. A Boolean function f تكون defined by equality. تكون f of x is equal to وتحط الexpression حق x. So this is my Boolean function. So there is three equivalent views of any digital circuit.
A digital circuit can be viewed in three different equivalent ways. Equivalent, but متساويين. Yeah, you can define it as a Boolean function. So this is the mathematical way of defining it. تقول هذه L defined like this. And the three inputs dxa, it's equal to dx bar plus a. So you define it as a Boolean function, as a Boolean, with a Boolean expression, mathematically. أو نفس الفunction هذه, نفس السيركت, you can define it as a table في طريقة جدول. فتحط input d, x و a, وتحط كل الاحتمالات, وتحط l. Okay. أو نفس السيركت, I can define it as a diagram. نصورها كديagram. لاحظ هنا d, هذه x bar, بعدين هذه a, وهنا نسوي بين d x bar or a. فتلاحظوا إن هي نفس الدائرة, وكأني قاعد أشوف أخذ الدائرة في يدي, وتفرج عليها من ثلاث جهات, يا من يمين أو من يسار أو من فوق ومن تحت. هي نفس الشيء, نفس الأوبجكت, بس أنا قاعد أشوف فيها من 3 different equivalent views, واجهات متكافئة. طبعا كل طريقة للعرض حق السيركت عندها advantage and disadvantage. طبعا زي ما قلنا هذه مثلا الجدول حلو, يعطيك كل الاحتمالات كده تشوفها, لكن مشكلتها إيش؟ إذا عندك many inputs يصير جدول كبير, مشكلة. لو عندك مثلا 10 input حيكون هنا عدد الاحتمالات 2 أس 10 اللي هو 1000, مصيبة, جدول حيكون كبير. لكن إذا سويتها كماثيماتيكال إكويشن, حتى لو عندك 10 inputs حتكون big equation, بس ما في مشكلة, ما يقدر تكتبها بسهولة, حتكون بس equation معقدة فيها 10 inputs 10 variables, لكن ما في مشكلة تقدر تسويها. فهذه more abstract to more powerful to describe complex circuits, لكن هذه for complex circuits with many inputs مشكلة. الدياجرام عنده فائدة إيش؟ إنك لما تبغى تنفذها. It's important the diagram هذا في التنفيذ. لما ترسلها المصنع عشان ينفذها, you need to do it in a diagram. عشان توريه وين الربط بالضبط, الأسلاك كيف ينربط. دكتور, هذه equation ثابتة حقت اللي فوق حقت ال L؟ لا, هذه just an example. مثال آه. هذه. إيه, هنشوف أمثلة لما تطلع من نفخكم. نلعب many examples وأمثلة. وهذه just an example. Just to show you an example. مثالية. طيب, it's a good time to stop. We'll continue next time about the Boolean algebra equations or theorems or rules. وكيف نسوي manipulation في Boolean algebra. فهذا الموضوع يعني it's important. نبدأ الليكتشر الجاي إن شاء الله. خلاص؟ إن شاء الله. حياكم الله. أي سؤال ثاني؟ دكتور, في التوتوريال part 2 في فراغ كذا في النص أبيض. وش ما يعني كيف أصمم من السيركت؟ فيها